سنوات اقتصادية عجاف تعرفها الجزائر نتيجة التراجع الحاد في أسعار النفط، إضافة إلى تفشي جائحة كورونا وتعطيلها لدورة الحياة، ما حتم على السلطات تبني خطة إنعاش اقتصادي بداية بتسويق 8 منتجات مصرفية إسلامية في البنوك العمومية مطلع أوت المقبل. من بين الإصلاح المالي تكلم على الصرافة الإسلامية، لماذا؟ من أجل تصدي إلى مشكل شح السيولة في البنوك. كان عندك عجز تاع 1000 مليار دينار اليوم، والصرافة الإسلامية قادرة تحل 40-50% من هذا المشكل. المؤسسات الجزائرية تعاني، مؤسسات صغيرة متوسطة، لازم اليوم تدخل ودعم من طرف النظام المصرفي. التمويل الإسلامي سيتيح للبنوك العمومية التي تسيطر على 87% من السوق المالية تكييف عروضها لامتصاص الأموال في السوق الموازية، والتي تقدر بأكثر من 60 مليار دولار حسب الخبراء. البنك الوطني الجزائري هو معروف بنك يهتم خاصة بالمؤسسات الصغيرة متوسطة صناعية، لهذا راح يكون كما يقول لك البنك الوطني يكون حافز للصرافة الإسلامية، ممكن يجيب جبهات كبيرة في السوق الموازية. كان أكثر من 60 مليار دولار حسب دراسة أمريكية كان دخلوهم للسوق النقدي، يروح لنا المشكل هذا تاع التمويل. الركود اللي راه موجود اليوم ركود رهيب. ضغوط مالية كبيرة تواجهها الجزائر بعدما تسبب فيروس كورونا في تعرية نظام مالي متهالك أنتجته الممارسات السابقة، وتعثر مرتين في ترجمة الصرافة الإسلامية على أرض الواقع. فهل تنجح الجزائر الجديدة في تجسيد القرارات الأخيرة والمستعجلة؟